المغرب طول عمرها، النهاردة كان في ندوة أنا كنت بحضرها، طول عمرها المغرب متقدمة في حكاية التواجد العالمي العربي. يعني قد تكون المغرب هي السباقة اللي نقلت أفلامنا وروحنا ولغتنا العربية إلى العالم، وهم كمان they are true and huge producers وبيدعموا funding لأفلام مشتركة منها بلجيكية وفرنسية. فإحنا لازم نخش بقلب جامد بقى، أنا عملت اتصالات كويسة جدا إنه نقدر ناخد funding من المؤسسة المغربية.